ما عادش عندي، ما عندي عاد، ما عنديش خويت، ما عنديش خويت انا في، ما عنديش بالنسبه انا في البلاتفورم في الدنيا في الحياه. العبد لله في الحياه اللي يعرفوا عزيزوس شفشه في الحياه، نعرفوا بعضنا نحبوا بعضنا، انستغرامات اللي يحكيوا معايا اللي كل شيء. بالنسبه انا في لايف في النيمو ما عادش عندي حتى صاحب، خاطر الكل طلعت تحشي فيه وكل طلعت تهاني صاحبي، وكل صاحبي طلعت تحت من يمرد، والكل صاحبي كل 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 الكل في كادر اوكي. هو صاحبي من من توضع لي رفا شو بي 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 من توضع لي بابا يا اخوي انا مانيش متواضع. انا تواضعت معاكم وليتوا تدخليتوا على زبوبنا ورديتوا لحن الملايكين، وانتوما اللي كاسحين وانتوما للزبي للولد قحاب، وانتوما اللي طيحتوا علينا وانتوما اللي نكتونا والدينا والاخر بغيت بينك عزيز الشبشة خويا صاحبي وعشيرتي. شو نقدم بيهم قضية انا عديلي في تصويرتي في التلفزة؟ انا نجم نقدم بيهم قضية رافي بيكم تو نجم نقدم قضية؟ الحمد لله الحمد لله، حتى في غيبي لا بيت تحكي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. واحد واحد بالله واحد شنو يستنى باللي في التلفزة؟ واحد واللي يعطوا له في تصاور واللي يحكيوا عليه او في الحوار او واحد ولا ما عادش يمشي ولا يحكيوا عليه. This is is la confidari suko bom bom bom. ايه شو بيك بيبي؟ بيبي سوبر ستار. نحبوا برشا الطفل هذا. تتقصك الانترنت بالنسبه لك انت مت؟ احنا تقص الانترنت اللي قصدوني يا اخو بينك عزيز الشبشه خويا صاحبي وعشيره. نحبوا برشا الطفل هذا. عرفته في البدايات، تحكي لي على تطور العلاقه معاه؟ كما نقول احنا بديت اول ما بدينا عرفنا بعضنا هيك، عنده بي سي جيمر مش فاهم كيفاش يخدمه كيفاش جبته، وقتها نحكيه كيفاش بعد كيفاش ندخل الكلان. بعد وقت نذكر مش يعمل شيء نعرف شنو، قال لي بلي تعملش بيبليسيتي، طلبت عليه مبلغ بسيط وقتها في خاطر وقتها ما عنديش مدخول انا من مازلت ما عنديش مدخول من الشين واحد. نذكر قلت له 150 دولار حاجه كيما هناك، هو ما قال لي حتى شيء، هو ديجا قال لي قداش السوم فهمت. ومن بعد فترة هو معناتها حكى سبونتاني، معناتها حكى قال أنا والله راني قبل كي بديت، كي تعرف فهمت بديت تعرف، قال أنا كي بديت عباد طلبت عليا فلوس وكا وغضبت الحكاية فهمت. كل رمى الكلام عليه هو ما سمانيش، أما العباد كيما نقولوا احنا فهمت أنا فهمتني، قال خاطر هو حكى في لايف قال قبل أنا جيت بيت. في الوقت هذاك تحب تاكل شوف بغيت نحكي اسمه مش نرجع الزبي 700 دينار. لا نطلب فيه في 700 دينار. مش يعمل لي بيب، قال لي طلب عليا فلوس، فهمت؟ عباد الكل ولا تهاجم فيه، أنا بكم كبير، أنا حالي في ستريم الناس الكل كيفاش عايز يجيبك على خاطرك وما تجيش وما نعرف شنو. فتغششت أنا في الفترة هذيك. ووقتها هو جاء بعد فترة كي فهم اللي الحكاية هذيك، طلب مني سماح، قال لي خويا سامحني راني ما نعرفش كيفاش. وهو اليوم يعمل في الحاجة اللي أنت عادي جدا. هذيك خدمة. زوز على النيمو أنتم. احنا زوز على النيمو، أما هو توب 1 في النيمو، هو قولوا احنا اكسح واحد في النيمو في الـ في الـ في الفيات في الارقام على خاطر هو بيرسوناج يمكن يعني ديزاين يعرفني انا والناس تعرف يا صاحبي لا بيتعرف اني انا راني بيرسوناج راني انا ماني ستريمر بالك راني انا كاركتير يخدم كل شيء انستغرام ستريم تمثيل غناء كل شيء عمله العبد ولله الحمد لله الحمد لله مثلت وتفرجت فيا العبيد في رمضان الحمد لله غنيت وغنيتي عملت 5 ملايين الحمد لله هزيت سوبر ستار وسكرت كل ستاجات في النيمو الحمد لله هزيت شنو هي ذكروني الحمد لله كله الحمد لله بالتوفيق من عند ربي سبحانه والتوفيق من عند الشات نتاعي اللي يحبوني ويسيبورتيو فيا في اي حاجه في اي خطوه نصدمها الحمد لله في الموسيقى نورناكم في التمثيل نورناكم في رمضان تفرجتوا وليفل 60 في النيمو معناتها عمرك ما تقارن حجيره بجبل فما حجره فما جبل يرحم والديكم ستريم من نوع من انواع الحاجات اللي تابع شخصيه عزيزوس شبشه ستريم هو خدمة من الخدمات اللي صحيح نمبر وان دي ستريم this is my face is moi yeah اوكي okay. 25000 popularity و 70000 80000 و 100000 هما فارق بين واحد باش يمشي يقول يا ولدي راني انا ستريمر وفما نعرفش انا طيحت على شفشه في نعرفش شهر شهرين ثلاث شهور اربع شهور خمسة شهور ستة شهور ايه وفما بين
مانيش نحكي له مانيش ايش تقول ولا نحكي له سي بوس لو نحكي بصفة عامة معناتها على الناس الكل فما في فرق بين واحد يخرج يا ولدي راني مثلت انا عندي سيت كوم توا تخدم تكتب في اليوتيوب 16 16 ساعة